نحن الآن بنقاط رباطنا بريف حماة الشمالي، طبعا جاهزين لصد أي تقدم لقوات النظام. تم سحب السلاح الثقيل إلى مقراتنا المتواجدة خارج المنطقة منزوعة السلاح، وعززنا نقاط رباطنا بالعنصر البشري وبالأسلحة المتوسطة والخفيفة. تم تجهيز الأرض ومن تحصين كامل من حفر الخنادق وحفر أنفاق إلى العمق العدو، ورفع السواتر وتجهيز الأرض لصد أي خرق لقوات النظام.